كنظن ان كل شاهد المباراه كانت يعني عندنا واحد الاهداف طموحات ديالنا اننا نواصلوا الانتصارات ديالنا، ولا سيما ان المباراه داخل الميدان الاخيره هذه كنا كنطمحوا اننا ناخذ 3 نقاط، لكن الكل شاف يعني فريق المغرب التطواني كان جايب واحد العزيمه قويه تاتت ليهم من واحد. الى شفتوا ضد مجريات اللاعب سجل الهدف الاول، حاولنا اننا درنا محاولات كثيره، كان بامكاننا في الشوط الاول اننا نسجلوا هدف التعادل، نسجلوا اهداف اخرى، ما كانتش لا ريوسيت. حاولنا درنا في الشوط الثاني تغييرات باش نزيدوا نواصلوا ثاني هجوميا، شفتوا ثاني ضد مجريات اللاعب جا هدف ثاني. كنظن ان هذه درنا كانت واحد ردات الفعل، لكن ما كانتش بحال المباريات السالفه، لا ضد شباب محمديه لا ضد اولمبيك اسفي. كنظن هذه كره القدم، فارق هنيئا للمغرب التطواني على الانتصار. كنظن ان هذه بعض الاخطاء اللي كانت ترتكبت دروس غادي ناخذوها باش نواصلوا ان شاء الله المشوار ديالنا. يعني. تفضل. من جديد نسجل اتحاد الشباب، استاذ الحفيظ ما تتشوفوش معايا بان الرسم التكتيكي 3-5-2 انه ما ناسبش فريق الفتح، اضافه واش ما تتشوفوش ايضا بان الثقه في النفس كانت زائده عند اللاعبين خاصه في الشوط الاول. ما نظنش ان اولا السيستم اللي كنلعبوا به حنا ماشي 3-5-2 اولا، وثانيا ان هذا السيستم هذا الحمد لله حققنا به نتائج ممتازه وسيطرنا في غالب المباريات اللي لعبنا. الى شفتوا ضد فرق كبيره للوداد للرجاء لاي فريق كنا كنسيطروا وكناخذوا نتائج ايجابيه، والدليل على ذلك هو اننا في هاد يعني محتلين يعني مراكز متقدمه ياك. اما بما يخص السؤال ديال الزياده في الثقه، كنظن عندنا واحد مجموعه لاعبين اللي مزيج ما بين الشباب ما بين الدراري عندهم الخبره. بالعكس ما كانتش لا ريوسيت اليوم للمهاجمين، ما كانتش لا ريوسيت بزاف ديال اللاعبين، كانت بامكاننا اننا نسجلوا اكثر من هدف، لكن هذا هو حال كره القدم، فما علينا الا ان شاء الله نزيدوا نشتغلوا. اخر سؤال عندكم، اخر سؤال تفضلي. كنشاهدوا في اخر المباريات ان فريق الفتح الرباطي كيسجل حتى الدقائق الاخيره من المباراه، واش تقدر تقول ان الضغط اللي كيتمارس من الخصم هو اللي كيجعل ان الهجوم ديال فتح الرباطي نقولوا يقوى اكثر باش يقدر نقولوا يقلب الطاوله او لا يقلص الفرق؟ لا، ما كنظنش ان الضغط ديال الخصم هو ان المنافسين اللي لعبنا معاهم 3 مباريات الاخيره هما اللي كانت ردات الفعل ديالنا. بالعكس هذه كتعطينا واحد يعني كتعطينا واحد الشيء ايجابي اللي عند اللاعبين، لان لا ضد المباراه ضد اسفي لا المحمديه كنا منهزمين واستطاعوا انهم يرجعوا. بالعكس هذا شيء ايجابي اللي كنفتخروا به عند اللاعبين. اما بخصوص يعني الفرق اللي لعبنا معها مؤخرا، فكانت شباب محمديه وكانت يعني الحاله اللي كيعيشوها كنظن ان ما كانتش يعني لا ريوسيت امام المرمى هي اللي خلاتنا اننا ما نسجلوش اهداف وما تكونش انتصار. اما فريق الفتح فريق اللي هو منظم، جاتنا يعني في اخر مباراه كانوا اصابات كثيره ديال اللاعبين، درنا دي شونجمون لاعبين، كنظن ان الكل قام بالواجب ديالو وما يكون ان شاء الله في المباريات الاخرى يكون ان شاء الله خير. ميرسي، شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.